ثمة يعني أكثر من شخص في داخلي يعني بيدخلوا في صراعات أو حوارات أو عدم اتفاق يعني واضح، أمر طبيعي هذا. دائما الشخصيات المبدعة على مر التاريخ، شعراء، رسامين أو حتى أنبياء، الانكفاء عن المجتمع، الدخول بعزلة أشبه بعزلة غار حراء لأربعين ليلة ولو لم تأتي الرسالة ربما استمرت من أربعين ليلة لأربعين عاما وأكثر. أنا بلا رسالة وأنا منكفئ ومنكمش على عزلتي في حي صبيس بحثا عن منفذ، ولا ندري ما هو الآتي ولا نعرف كم المتبقي من وجودنا. فهو أشبه يعني بالغفلة، كأنه إغماضة وعي أو رفة جفن. حياتنا تالفة قصيرة، فعنا ما باستطاعتنا أن نلوذ لممالكنا الشخصية، أن نحصنها بالخيول والجياد وبالأسلحة والدروع. من؟ من الحيوانات السائدة، من الحيوانات البرية والحيوانات الداجنة، من الحمار الوحشي الذي غار من حمارة بلدتنا في ذلك الوقت. هو بري وهي أهلية لها علاقات جيدة مع المجتمع البشري، أما الحصان البري ذو الخطوط البيضاء والسوداء هو وحيد. فكرنا أن يقيمنا العرس وزواج ما بينهما، فشلت المحاولات. فهذا مربرب عند بني البشر، وذلك مربرب ما بين السهول والجبال ذو كرامة وهيبة. اشتكينا على عمه الحصان ولم يتدخل، واشتكينا على ابنة خالته البغلة ولم تتدخل، وأنا فشلت محاولاتي. في إنجاز النصيب ما بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي.